ولنقاش ملف تردي الاقتصاد في العراق تنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الأكاديمية الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكبيسي. أهلا بك دكتورة. أهلا، مساء الخير. مساء النور دكتورة. حذر وزير المالية علي علاوي من تحديات تهدد العراق بعد تراجع أسعار النفط وبقاء الفساد المالي على وضعه، ما طبيعة هذه التحديات التي أشار إليها الوزير؟ نعم، يعني البدء من أول شيء، يعني يجب أن نفكر دائما في مجموعة العوامل التي أدت إلى حدوث ذلك، التي يعني قومت من تراكم رأس المال والحراك الاقتصادي في العراق. هو طبعا بالجزء الأول أو يجب أن ينصرف ذهننا بالشيء الأول، هو الفساد، وبالتالي هو هذا كله، يعني هذه اللعبة الطويلة التي احنا بدأنا بها منذ عام 2003 ليومنا هذا لم نستطع أن نحل هذه المشكلة، وكنا في هذه الفترة كلها نعتمد في اقتصادنا على أسعار النفط. عندما تبدأ أسعار النفط بالانخفاض، وبالتالي يبدأ العراق يفكر بالبدائل الاقتصادية. كان الأجدر يعني أن يفكر العراق بالبدائل الاقتصادية طبعا، وهذا الكلام دائما نذكره، من 2000 وبعد 2003. إذا هنا يوجد مشكلة أساسية مهمة، هو غياب القواعد المالية الصحيحة والاتجاه دائما نحو السياسات النقدية التوسعية، وبالتالي أدى هذا الحال إلى ما هو عليه. يعني هاي النفقات التشغيلية التي احنا نلاحظها في كل موازنة الدولة في كل سنة من السنوات، طبعا أكيد أدت هذا إلى يعني تراجع العراق سياسيا واقتصاديا، وبالتالي حتى عدم اتزان في فعالياته الاقتصادية بشكل عام، وبالتالي أيضا أدى هذا بمجمله مع الفساد إلى أنه يشار إلى أنه منذ عام 2003 هنالك تفشي بسبب تفشي الفساد، وبالتالي وجود تعاقدات، لكن هذه التعاقدات إلى الآن تم صرف عليها 685 مليار دولار، ولكن لا أحد يعلم أين ذهبت هذه المصروفات وأين كانت ولأي مشروع. في هذا السياق، بالحديث عن هذه النقطة، عن إهدار الوفرة المالية مثل ما وصفها علاوي، خاصة في الفترة الممتدة من عام 2009 وحتى 2013، ردها أو مردها أنه لم تكن هنالك سياسة اقتصادية واضحة في العراق. ما هي انعكاسات غياب سياسة اقتصادية؟ نعم، يعني هو أيضا هذا الكلام ليس يعني ليس بمجمله مثل ما تفضل به السيد الوزير، يعني يشكل منطلق صحيح في التحليل. يعني هو نعم اكو هناك سياسه اقتصاديه غير صحيحه مغلوطه، ولكن في نفس الوقت احنا اذا رجعنا الى مجموعه القوانين الموجوده كان هنالك يعني الافضل بالدوله ان تعمل على تفعيلها، كمثل على سبيل المثال قانون استرداد الاموال العراقي، وبالتالي هو موجود رقم 9/2012، وايضا موجود حتى في الوقائع العراقيه تحديدا في شباط 2012، العدد اللي صادر في الوقائع العراقيه موجود هذا القانون وبتفصيلاته، ولكن لو رجعنا الى تفعيله الى الان لم نجد هنالك تطبيق له، وبالتالي اذا هنالك قوانين وهنالك محاوله لوضع سياسات اقتصاديه، ولكن يقابلها في ذلك عدم تفعيل هذه السياسات الاقتصاديه، كلها جعل من ان الوضع الاقتصادي غير متزن، وبالتالي ما آلت إليه الأمور في وقتنا الحالي. نعم، أشار أيضا وزير المالية إلى لجوء الدول الصناعية للطاقات البديلة بدلا من النفط. ما مدى إمكانية اتجاه العراق للاستعانة بالطاقة البديلة؟ يعني مسألة الطاقة البديلة مسألة يعني هي ليست جديدة في يومنا هذا، يعني هذا الموضوع يمكن كنا نفكر به من حيث التسعينات أي في القرن الماضي، وبالتالي كانت هنالك دراسات دولية كثيرة في هذا المجال. دوليا في تلك الفترة لم تكن هذه التوجه نحو المصادر البديلة تجاريا يعني ممكن تطبيقها، وبالتالي أخذت هذه السنين، وكما نلاحظ جميعا هنالك مصادر بديلة، نعم، بدل من استخدامات الوقود للسيارات على سبيل المثال
استخدام السيارات الكهربائية وإلى آخره، ولكن أيضا هذه إلى يومنا هذا أيضا لم تستطيع أن تحقق رقما تجاريا كبيرا، أي لا يمكن يعني أن يتم تطبيقها في كل أنحاء العالم. وبالتالي العراق أيضا هو جزء من الفكر اللي مر به في كل هذه السنوات، وبالتالي تقاسم الأموال كان بعيدا جدا عن التفكير في هذا المجال، وبالتالي إجراء البحوث واستخدام في كيفية استخدام المصادر البديلة والاستفادة منها. قد يكون هنالك وقود حيوي بيولوجي، يعني أشياء تتعلق تسمى البايومات وإلى آخره. يعني كان هنالك مجموعة أمور استعملتها كثير من الدول، وهذا الكلام كان قديم أي في التسعينات، ولكن لهذا اليوم احنا لم نستطع ان نعمل على تحقيق شيئا في هذا المجال. اذا في هذه الفتره القصيره سيكون من الصعب جدا التفكير في المصادر البديله. نعم نستطيع ان نتكلم ونقول بهذا الكلام اننا يجب ان نفكر بالمصادر البديله، ولكن لماذا لم نفكر قبل هذا بسنوات ان نعمل بجد في انه اجراء التجارب والبحوث، وبالتالي الاعتماد على اشخاص يعتمد عليهم في هذا المجال حتى نستطيع ان نصل الى ما هو كان يشير اليه الوزير السيد الوزير المالية. او حتى توفير الكهرباء دكتوره من الطاقات. نعم، او حتى توفير الكهرباء، وبالتالي او حتى الاستفاده من الغاز الطبيعي الغير يعني المحرق، وبالتالي الذي احنا كل سنه 2.5 مليار دولار تقريبا هي خسائرنا. اذا كان هنالك استفاده كثيره ممكن ان نعمل على العمل عليها ولكن لم تتحقق. اذا في هذه الفتره القصيره وبعد انخفاض اسعار النفط الان ياتي التفكير بهذا. وهناك شيء مهم جدا ايضا ان اسعار النفط بشكلها العام، يعني اللي دائما اللي هو الشخص اللي مواكب اسعار النفط يستطيع ان يعلم او يستطيع ان يستقرئ المستقبل، ان اسعار النفط سوف تتراوح بين 70 الى 80، وبالتالي ما يمكن ان يشار كان اليه بان سيوصل سعر البرميل النفط الى 100 دولار في نهايه 2021 او بدايتها، الان يعني بدات بالنسبه الى هؤلاء الذين كانوا يتكلمون بهذا الكلام، الان بدات الفكره بشكل واضح انها لا يمكن لاسعار النفط ان تصل الى هذا الرقم، بالعكس انها انخفضت في هذا الوقت. اذا هو سوء التقدير والفشل الاداري وبالتالي سوء التخطيط والتنبؤ، فما نتوقعه اليوم هو قد لا يكون صحيح، وخاصه اذا غير مبني على اسس رياضيه وعلميه صحيحه. نعم. في الحديث عن سوء التسيير، أقر وزير المالية في تصريحاته بتوقف أغلب المشاريع لأسباب شخصية أو حزبية. ما مدى أهمية الاتجاه نحو بناء دولة مؤسسات بدلا من دولة الأفراد والأحزاب لإنجاح هذه المشاريع؟ نعم، يعني أيضا هذا الموضوع كله يتعلق بشكل العام بالفساد، وبالتالي يعني لأن لحد هذا يومنا لم نستطع أن نتوصل إلى قرار سياسي موحد بأن نختار حكومة وبالتالي تستطيع بعد هذه الانتخابات التي تم يعني إجراؤها في الفترة الأخيرة في العاشر من 2021. يعني ما دام احنا في هذه الفترة خلال هذين الشهرين يعني لم يستطع العراق ان يفعل شيئا، وبالتالي لا زال الفساد ساري مفعوله، لا زال قد لا يكون الفساد لا ينتج فقرا، ولكن الفساد ينتج حاله عدم نمو اقتصادي، وبالتالي جزء مهم من الحاكميه للدوله هي مهمه جدا في القضاء على الفساد، عدم وجودها وبالتالي سيطرة الأحزاب والقوى الأخرى على مجمل العوامل الاقتصادية والسياسية هو ما آلت إليه الأمور في وقتنا الحالي، وبالتالي لابد من أنه يجب التفكير بشكل صحيح من أجل العراق بوضع سياسات اقتصادية متوازنة، وبالتالي أيضا حتى نستطيع أن تكون لدينا رؤية سياسية واضحة ومبلورة في هذا المجال. شكرا جزيلا لك دكتورة هدى بفالح الكبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.